السلام عليكم. السلام عليكم، مرحبا بكم مشاهدينا في حلقه جديده من برنامج رشيد. اليوم معنا واحد ضيفه سبيسيال. هالضيفه هذه جاتنا من البحرين، الاصول ديالها من الدار البيضاء وبالضبط من الحي المحمدي. هاد الفنانه هذه كتعتبر من اجمل الاصوات اللي كاينه في العالم العربي وفي المغرب. استقبلوا معايا عفاكم بحراره الضيفه المثيره للجدال، دنيا باطمة. تفيقات هرة الدنيا باطمة. دنيا باطمة مرحبا بك. الله يبارك فيك، نهار كبير هذا. الله يحفظك. اليوم غندوزو معك واحد الحلقة سبيسيال، وغادي نتعرفوا عليك أكثر وأكثر، وغادي تبوحي لنا بمجموعة من الأسرار. كاين بزاف د الحوايج غتعرفوهم اليوم من أول مرة مشاهدينا على لسان دنيا باطمة. وقبل ما نبدا بغيتك تقولي لي هذيك الجمله، ملي كيبغي شي واحد يدير شي حاجه كتقولي ليه يا ناري. دنيا باطمة، اكيد ان اليوم ان شاء الله غندوز معك حلقه زوينه بزاف. وكان وعد الجمهور ان شاء الله بزاف ديال المفاجات في الحلقه هذه، ولكن قبل غادي نخلي الجمهور يشوف معنا واحد البورتري وجدناه لك على طريقتنا. شوفيه يا خويا، سير الله سير يا ناري. انا مطربه مغربيه متالقه، ذات نهار 2/1/1991 في الدار البيضاء وبالضبط في الحي المحمدي، واول بكيه بكات كانت موزونه، والناس كاملين قالوا هاد الدريه عندها مستقبل كبير. معي ضيفتنا كتنتمي للعائله الغيوانيه الاسطوريه، غير هما غناو على الصينيه ويا غناش على الحب الصيني. ولا حبك شغل صيني. شافها الجمهور أول مرة في برنامج ستوديو دوزان، وعاودات هزات الباليزة ديالو ومشات الأعراف أيضاً، وتما حيحات ديال بصح. الشي اللي خلى راغب علامة يلقبها بأميرة أعراف أيضاً. ما ربحاتش اللقب، ولكن ربحات الحب ديال الجمهور في العالم العربي كامل. هاد الشي اللي خلاها تقتحم الميدان الفني بقوة. ضيفتنا دغيا كيف على هاد واللي جبدها كتقول لي يا ناري. وإلا مشى حتى شي واحد انتقدها كتعاود تقول لي أنا ماشي شغلي. دنيا كيف جاك البورتري؟ واعر واعر، حتى انت واعره. مالي الله يحفظك. دنيا باطمة اليوم كيف ما قلت غادي نتعرفوا عليك اكثر واكثر. مزيان. لا لا ما عندي ما يتسالك، الله يعطيك الصحة. الله يبارك. هذاك الشيء علاش اليوم الحلقة إن شاء الله تكون طربية، لأن نستغلوا حضورك معنا أنت تبارك الله صوت جميل. هذاك الشيء علاش جبنا هذا تون ديسك قديم. راه عندك صحابك ما خدامش أنت. هاي هاي هاي. هذا راه ديال عبد الحليم حافظ. ولا عبد الحليم ما كانش كيوقفوا بحال هكا. هذا غادي نلعبوا معك فيه واحد اللعبه من بعد ان شاء الله. ولكن قبل غادي نشوفوا دابا واحد الفيديو ديال السبوع، الحفل العقيقه اللي درتي للبنيه ديال الكغزال، اللي حضروا فيه مجموعه من الفنانين الاعلاميين والصحفيين، واللي تكلموا عليه بزاف ودار الضجه. انت ما جيتيش عقلت فيها؟ انا كنت زيتي في باريس، كنت في فرنسا. ولكن كنت خدمتي معنا اخويا. ولكن جاي ان شاء الله. انا جاي نجي ان شاء الله لعندك حتى لمراكش، نجيب لك مانطا. نشوف هذا الفيديو هذا ورجع.
الدنيا باطمه كي داز؟ داز زوين. تبارك الله عليك تبارك الله عليك، الله يعطيك الصحه. وعطوك الزروره ولا ما عطوكش؟ ضروري ما عطانيش الزروره علاش جاي؟ عندنا حنا واحد ثقافه في المغرب ان الانسان ملي كيجي عندك كيعطيك الزروره. راه شوف راه يكذب عليك الكذاب. راه ملي كيجي عندك شي واحد درك كيف قد تسنى التقاليد المغربيه. التقاليد وفعلا صافي ولات داكشي فينا بالدم. كيجيك تقول واش جاب شي حاجه ولا جاب والو؟ شحال جابت باش ملي تولد نجيب لها داكشي بحالو؟ الله خطا. الزروره عرفتينا دابا انا كنعرف الزروره عند العائلات المغربيه الشعبيه كي تكون تيحط لك شي 50 درهم مكمشه تيبوز الدري في الاخر وكيدير لي داكشي تحت الخد وما كتعرفوش. انت قولي الزروره كلهم جاوك بالشيكات؟ لا لا انا ريت كاين داكشي. جاو هذيك هادو من ولادتها هما تيجيوها وكاع الناس اللي جاو كبروا بينا كنقول لهم الله يكبر بكم وشكرا بزاف وان شاء الله نردوها لكم في ساعه الخير ان شاء الله. تبارك الله عليك. اشنو ممكن تغني اليوم الغزل؟ انا ما عرفتش واش غنيتي ليها في الحفل ولا لا اللي درتي. غنيتي لها شي اغنيه ولا لا؟ ضروري كنغنيو ليها و نغني لها اليوم. هدي شنو ممكن تهدي البنيه ديالك غزل اليوم؟ ولكن ضروري تغني عليها الاسم ديالها. اش ممكن تغني لها؟ على شي غزالي وهي غزاله وزوينه. يلا تبارك الله مالك عليها. يا ناري. شكون اللي كيقابل دابا غزال؟ كاينه معايا خالتي. كاينه معايا خالتي كتمشي معايا في الممشيت لانه ما تنامنش عليها شي حد. اخويا قاوري خلينا مع المغاربه ديالنا. في البحرين شكون اللي تيكون معاها؟ معايا هي في الممشيت. خالتك دائما معاك؟ خالتي دائما معاك احسن ليا. عندك دي زاسيستون كيكونوا معاك؟ فين؟ ملي كتكوني كتنقلي عندك دي زاسيستون ناس كيرافقوك مرافقين ديالك؟ كاينه خالتي وكاينه المساعده ديالنا. شفت واحد السيد معاك هنا فاش كنتي داخله؟ كان عنده واحد المهمه كيشد لك القفطان وانت غادي. انا نتعكل اخويا نجي على فمي وما نكملوش هذه الحلقه. هذاك هو المكلف بالتعكال؟ لا 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 غير بليزير منهم، غير بليزير منهم. هادو الشباب تيخدموا معايا وبنات كذلك معايا كتهضر على المغرب. انا كسحب ليا ملي كنكون جايه. بليزير منهم، ناس غزالين طيبين القلب اللي تنعجبهم ولله. ولينا بحال الخوت، ولينا بحال العائله ديما معايا. انا هضرت الدنيا على هاد التلقائيه اللي فيك وهاد الصراحة اللي فيك، هاد التلقائية وصراحة جبدت لك شوية مشاكل في مسارك؟ عاد جبد. ما عندكش مشكل؟ ما عنديش مشكل، أنا ماشي شغلي. يا سيدي خليني. يا سيدي خليني. كاع. كاع. هي كاع جديدة هادي كاع. ما كاينش مشكل عندك. كيفاش كنقول الصراحة أنا؟ راه قال لك قاصح أحسن من كذاب. كنا أنا قاصحة. يمكن هذا الشيء اللي كيخلي دنيا باطمه كتكون ماده دسمه للصحافه وكل شيء كيتكلم عليك. تصريحاتك دائما كيكون موراها الصدى، يعني الناس كيتكلموا عليها. انا انت ما كنتابعش. انت كتجي يمكن فاس كيف ما تنقول. كنجي نيشان، ما عندي لا اليمين لا اليسار، انا تنجي نيشان. زوين زوين، خايب خايب. ما تنقدرش نجامل، ما نقدرش ننافقك. تعرفي يعني اللي ما تنبغيش وعارفه ما تيبغينيش لدرجه اني ما كنقدرش نشوف لي في عيني. كنهضر معاه ولكن ما كنشوفش لي في عيني، انه عارفه تينافقني. احاسيس ما كتخبيهمش. ما كنخبيش نهائيا، هو يمكن عادي هادشي خلق لك مشاكل؟ في هذا الزمن. ولات الصراحه ما خصهاش تكون، ولات كضر وتجرح بنادم وخاصك تجاملو وهذا، هذا هو الزمن ديالنا اللي ولينا عايشين فيه، الصراحه ولات حاجه خايبه بالنسبه لهم، ولكن انا هكا، انا تولد هكا، تولدت هكا. وغنبقى هكا. ما باش الشهره ما بدلتش فيك شي حاجه؟ حيت يقول لك في الميدان الفني باش تستمر مزيان، باش تحافظ على علاقات مزيانين مع الزملاء ديالك في المهنه، خاصك شويه ديال شويه تنافق مره شويه تجامل. لا 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 لا، علاش نافقوا؟ الارزاق بيد الله. لا بنادم تيعطيني لا حتى شي حاجه، ربي اللي تيجيب الارزاق لكل واحد تيوزعها. دونك بنادم ما تيهمنيش. بالعكس، الناس اللي تيكبروا بينا تنكبروا بهم. الناس اللي تيطعنونا من دارنا راه كنجيهم نيشان. ما تنديرش داك الشيء من التحت للتحت باش نبين للناس انا زوينه وانا الطرف الاخر هو اللي خايب وهذا. لا بالعكس، انا تنجي نيشان لانه في يوم من الايام وطال الزمن ولا قصر
راه غتبان الحقيقه تبان وغيتعرف كل واحد على حقيقته. شنو اكثر حاجه كتكريها في الفنانين؟ نفاق. نفاق يا اخويا. اه يا ناري. فعلا قسم ما تنكذبش، كاين الفنان اللي تتلاقى معاه وصادق وتيبغيك وتيسلم عليك، وكاين اللي كتشوفو يا خويا وكيهز فيك ويطلع وينزل، وملي تجي تهضر معاه يبوسك ويعندك. راه مشكله وتسمع الهضره بانه قال فيك وقال فيك وقال فيك من يطلق. ما قاسم كحله. إذا قلتي مصيبه كحله بالبحرينيه كيفاش تجي؟ ما تجيش. لا حاولي. مصيبه سوداء سوداء هذه بحر سميتو دنيا فاطمه. ويلي انا كنستمتع معك في هذه الحلقه فراس حتى انا وحق الله. هاي هاي انت كتنساني انت كتنساني. احياني عليك احياني عليك. لا بالعكس انت من الفنانات اللي دائما الجمهور كيطلبنا يكونوا معنا في البرنامج. لا لا كنحكي معك شرف لينا في اي وقت دار دارك. عارفه يعني دوزها شحال هذه وحنا كما قلتي دارنا، والبرامج كلها كنعتبر بحال جاي عند خوتي ولا قسم. مرحبا بك. والمشاهدين وهذا الببليك بحال انا بركه مع عائلتي، داك الشيء علاش كنكون عفويه دائما. برافو عليك. برافو. دنيا ما تبارك الله عليك. عرفتي داك الشيء اللي فيه تترعد باغي يقولوا ما قادرش ما عندوش فين يقولوا. غير كي لايكي. كي لايكي بغا يلايكي لايكي ما بغاش يلايكي يمشي يريح. كنعرف ان شي وحدين تلقاتي لايكي وديسلايكي باشي هذيك الراقدة انا ضربتها وتحيدها. والله قسم فعلا لانه فعلا ملي تلقاو داك الشيء تحيد لي كومونتيغ بعدا ملي تتنزل التصويره وتتنساها. ما كتسداش وناري عرفتي بحال حاضينك ديريناه مع مع شنو هي؟ مع مع هادي هادي بنت الحي محمدي مع 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 انت كتنزل مع وكيقول لك وناري والكسوه ويع وما عرفتش وناري. الله يلا دلة مع الناس مع الناس الله يهديهم الله يهديهم قسما بالله. وانت شفت واحد النهار ضحكت مزيان عطيت واحد البوست ديال داك السيد هو مرتو الروسيه اييه ما عرفتش قالت لك وحده تقول لها وانتي كاع انتي مالك تسولي عليهم فين تزوج ولا فين تلاقى معاها. فعلا كاين واحد الناس كاين شي وحدين كيستفزوا تدخلوا في شي حاجه ماشي فعلا الله يهديهم والله قسم. كيبان لك هاد الناس عاديين ولا ناس مدفوعين؟ كيفاش؟ واش كيكون هذا اللي تكتب لك غالبا اللي كيسب واش كيكون مدفوع من ولا كيكون مدفوع من طرف شي حد اخر ولا كيكون داك الطرف نيت ما قادرش يقولها بسميتو دير فوكونت جيت تعرفك. ويجيني فاس. يا الله الا سميتك راجل جي فاس. والله قسم كان بغينا الفاس جيني فاس ما نعاودش لك. لا لا عاودي لي يلا. دونك هذه مسألة يعني أنت في مواقع التواصل الاجتماعي خليتك بغيتي تبقاي بعيدة على هذا صافي تنزلوا أعمالنا تنهضروا على أعمالنا. اللي دق عليا كنحط له واحد البوست وكنكتب ليه واحد يعني بيت شعري دايزو الكلام تيدخل ليه بين العظام وتيتكمش وتيرجع بحال هكا هكا خليه بين العظام وكيتبقى بين العظام وانا عارفه هاد الاشخاص وعارفه شكون اللي كيدخل لي بين العظام. انا حيت كنشوفك تحطي بعض التعليقات اذا كنت كذا كذا فانك انا فوالا يعني تدخل لي بين العظام كتلوحي الهضره لذوك الناس هو تيفهم الميساج هو راه فاهم ولا هي راه فاهمين وتيرويوني مزيان كلهم هادو من الميدان الفني؟ ها؟ ولا مين غيكونوا؟ من السويقه راه من الميدان الفني الله لا قسم الناس السويقه والله تحيه لهم والله ما تلقى معاهم المشاهدين عتقوني عتقوني مشاهدينا عتقوني ماشي هكاك الناس السويقه والله ما تلقى معاهم المشكل حلنا والله الا وحلناه معان اش نقول لك لا قسم لا قسم بنادم تتزاد عليه صاك تزاد عليه صباط ما نعاودش لك اش يدير لك الشوا والدليل ياك ها
دونك الناس هادو من الميدان الفني كتلقاهم كي كتوحل والله الا كتوحل مع بنادم اش غنقول لك قلت كلشي تقاديت لا ولكن مازال يمكن النجاح ديالك هو اللي كيخلي هاد الناس انهم يستفزوك فعلا انت رشيد راه بزاف ديال الناس محاربينك بزاف ديال الناس تهضروا اي انسان ناجح شوف راه ماشي غير في الفن اي انسان ناجح تتلقاه متبوع تتلقاه عنده الاعداء ديالو عنده الناس اللي تيبغيو تماما فهمتي كيفاش وشنو الحل باش الانسان يكمل تسدودنك وتكمل ولا خصك تسدودنيك صافي تسدودنيك ها والله الا بنادم تيتمر الا سديتي ودنيك اش كيدير كيتمر كيتمر بالمراكشيه وفي سناب شات ايضا دنيا بطمع حاضره بقوه حاضرة شوية وكان صافي لا لا حاضرة تبارك الله حاضرة ناضرة لا حاضرة حاضرة يمكن من أكثر الفنانات حضور في سناب شات شحال كديري من سناب في النهار شحال والله إلا ماشي بزاف شحال من سناب في النهار تقريبا شوية وكان 20 30 شوية شوية صافي 30 شوية هذا راه مسلسل في سناب شات كتبقي مع التواصل المباشر مع الجمهور ديالك كتواصلوا الا شريت شي حاجه جديده وبغاو يعرفوا منين تنزل لهم داكشي الديتاي حتى كيملوا علاش سولوني كاع يعني دنيا بطما تقدر تحط مثلا شريت صباط تحت صباط شريت قشر تحت قشر لا الا سولوني الناس يعني الا سولني شي حد بغى يعرف شي حاجه تنزلها الا وصلتني دي كادو كنزلها تنوري للناس يمكن هذاك الانسان اللي مصيفط ليا بغاني مسكين نزل ليه دعايه وهذا يترزق الله كنزلو عادي ما عنديش مشكل وداك الشيء العطور ضروري شحال العطور عندك دابا انا بعدا كندخل كنتبعك تبارك الله ما شاء الله كنتبعك وكنلايكك ودائما تبارك الله حتى واحد السيفه كل واحد اللي عنده مشكل هذا شكرا عطور عطور ابو وافي شكرا خالص للشطور عطور ابو وافي الهناني الله يرضى عنا والله الا كتسرع والله لا فعلا والله قصه فيا شوف كل واحد فيه واحد الفيس الفيس ديالي هو سناب شات والرويح الرويح عزيزين عليا واخا ما عنديش مشكل كنت موديزين عجبتني نشريها وكنبقى نستف الله يستر المهم غنشوفو عندك شي ماريو ديال الروايح واقيلا مشكلة ايوا مزيان انسان مزيان درتي كوليكسيون روايح لا لا والله الا مشكلة لا اسمح لي انا سمحت لك لا والله قطة مشكلة راه تنبرك وتنبقى نتأمل كنقول دابا واش ما مرقتش والله كنكعة والله الا كنكعة كنقول دابا كاين اللي ما لاقيتش هذه الحلقة هذه ما كانش خصني نوجدها انا غلطت سي عمراني درنا خطأ خليها هي بوحدها تهضر هي وحده حلقه فعلا والله قاصان تنبقى نشوف كنقول كاين اللي ما عندوش ريحه وانت شاري هادشي كامل واش تسطيتي خرجك العقل والله قاصان تنبني ضميري وتنكع على راسي بزاف تنهرب شكل والله لا شكل وحق الله شكل تاع بصح ضحكت معاك اليوم والله حلال الله يحفظك حلال لك وكتبت لك ماماك حلال لك سرق عمتي ختموك سرقتها شنو هي؟ عاوديها؟ هادشي كتكون حال في قريه حسيبه في سميتو ملي كيكونوا في البلاد ولا شي حاجه كتبدا تكحل كتقول لك حلال تسرق عمتك ختموك سرق عمتك ختموك كتصرخ لها تسكت من بعيد ودونك سناب تبارك الله راك دائما حاضره ناضره ضروري مع الناس اللي تيبغيونا راه تنزلو حتى اللي ما كيبغيوناش دايرين فيها ما كيبغيوناش حيت كينتقدك وتيقلدك كتحسي بان كاينين الناس كيتبعوك وهاد الظاهره كلشي كيعيشها حتى انا كنعيشها كاين شي وحدين يعني كيكون زميلك في الميدان وكتلقاه مقابلك داير فوكونت وتبعك متبعك بلا ديتاي لدرجه انك كتحط شي حاجه كيمشي يحط بحاله بنص ساعه كيمشي يحط بحاله بنص ساعه ويعيرك ويمشي يدير بحاله وما تعيرنيش السي دير بحالها قلد راه ماشي مشكل عاند وما تحسد وما تحسدش هادشي يعني عاند راه ملي تقلدني انا راه غنكون فخوره انه انا قدوه لك ولكن داك المعيور وداك الشيء حشومه راه وداك لي فلتر اللي كديرو في سناب شات يا اختي دنيا شحال المحابق وشحال ديال اخويا داك الشيء عطاو علينا السناب ما نتمتعوش فيه نتمتعوا فيه والله يهديك ودابا غادي نتمتعوا حالا بواحد سكيتش
ندير لواحد البوكه اللي جاي هضرنا على سناب شات ثقه تعرفكم على الكوميدي الموهوب مهدي شهاب. هادي ما كذبش فيها سناب شات وانت ما شات عندك والو. شات عندي والو. مي برافو عليك، مزيان انسان يقتسم مع لي فان ديالو يعني كل شيء، حيت كاين لي فان كيبغيو يتبعوا الفنان ديالهم وكيبغوا يعرفوا عليه التفاصيل ديال حياته والسهرات وهذا. طبعا اوكي هو غلط، ما فيهش المعيور، فيه الحفلات، فيه بزاف ديال الحوايج اللي اهم من من الاخر. دنيا مازال كتمشي لهاد البلايص بحال هادو السواق. مالو خويا كيرجعوك يا نهار لا زيناتهم بلايص ولا قسم. حي محمدي، حي لمياء، كنمشي عند جداتي السعاده، كنمشي عند عمي. باقا ما قدرش بيس فيا وهذاك هو من تما انا خرجت. الفنان اللي كيتشهر كيوصل لواحد الشهره كبيره دائما كتبقى عندك واحد الحاجه كنتي كديرها واحد المره ولكن واخا كتشهر ضروري كتمشي تقلب عليها فين كاينه. بحال دابا انا كيعجبني الطون بالحرور، كناكل عند واحد السيد في درب السلطان، واحد الدرب كنمشي لعندو لدابا مازال كنمشي. شنو هي الحاجه اللي انت باقا كديريها دابا رغم الشهره وكل شيء؟ باقا كندير كل شيء، نمشي ناكل ببوش. نمشي طيب وهاري، نمشي عند حميد السكفكف. نمشي عند با ناصر الحي سوسيس. سوسيس. تبارك الله عليه، والله الا تصفيقات حارة على الناس، والله الا ولاد دربنا تبارك الله عليهم. دابا مادام حنا هضرنا على هادشي شعبي ما كرهناش نسمعوا. ما عندي ما يتسالك قابلوني وقابلوني. باقي شي حد مقابل دنيا فاطمه دابا؟ وخويا انت براسك ما مقابلينكش. ما يمكنش هادي، شوف ما كاينش شي واحد ما عندوش اعداء وما عندوش ناس كيحسدوه وناس كيحسدوه. هادي من داركم انت ما كدير والو. نعم مازال مقابلينك. ولكن هادي مساله كتدل على ان الانسان ناجح وغادي في الطريق الصحيح. طبعا انا شوف الحظيه كاينه بغيتي ولا كرهتي. ولكن حاجه زوينه صافي حنا ولفنا عليها. الخلافات ديالك مع الفنانين باقا هي ولا تصالحتي مع جهد؟ لا عادي والله قسما. كاين شي حد تصالحتي معه؟ ما كاينش لقاء، وانما من بعيد لبعيد كاين صلح يعني صافي عادي. ابتسام تسكت؟ عادي. نستقبلوا ابتسام تسكت. عيقتي. دابا الى عيطنا لها عادي؟ والله قسما عادي. ما عندكش مشكل؟ لا ما عنديش مشكل. ما عيطوا لها في التليفون دابا؟ ما عيطوا لها؟ عادي ما عنديش مشكل. انا راه كنقول لك راه كلشي يقول لي انت اللي عندك مشكل مع الفنان. انا ما عندي مشكل مع حتى شي واحد، يمكن سوء تفاهم كيطرى، يمكن كاين اللي كيجبدك بصح، وانما ابتسام تتبقى الاحسن يعني كتبقى ما فيهاش واحد الجانب ديال السم والخبث وبزاف ديال الحوايج. يعني مؤخرا لاحظت انها صافي دخلت سوق راسها، باغت تكمل المشوار ديالها الفني، باغت فهمتي يعني. هنا كاين الصلح، كنحسوا بانه تصالحتوا دابا ياك؟ عادي ما عنديش مشكل. واخا ما هضرتوش واخا ما بديتش؟ لا ما هضرناش، وانما عادي والله القسم ما عنديش مشكل مع شي واحد. وهادي تستاهل التصفيقه بعدا. عادي والله. الجيش الفاطماوي وتسكتين عرضكم العشاء. لا بالعكس والله قسم ما كاينش مشاكل. دابا انت دنيا فاطمه تيلمون قالوا الناس بانه كان عندك خلافات مع بزاف ديال الناس، اشخاص من الوسط الفني ومن غير الوسط الفني، داروا واحد لو جو، واحد اللعبه كتلعب في البلاي سميتها دنيا فايتر. دنيا فايتر. نشوفوها؟ نشوفوا. يلا. خلافات دابا قلات كنظن ياك؟ لا ما كاينش، مكاينش خلاف. مكاينش خلاف؟ لا كانوا خلافات هاد الدنيا. كانوا مي اش غادير البلاد، والله يهدي ما خلقوا صافي. هذوك الناس اللي كان عندكم خلاف الان
يعني ما بقاش بين تكون لقاء. الله يعاونو، كل واحد يعيش حياته. غيبقاو حاضرين راه غيمرضوا. والله قسم كنهضر معاك بصح، والله اللي بقى حاضرين غادي يمرض، لانه انا ما تنحطش السلاح نهائيا. وانما لا ما نحطوش، هو ما نفكاش، ما نتزاقل مع حتى شي واحد. وانما ملي تشوف انسان دخل سوق راسو و ديري فاطمه كما كانت في النهايه شنو كانت تكون؟ انا؟ ما عرفت. شفت اجي من تسجل مع حتى واحد اجي؟ لا ما كاينش، انا ملي كنت صغيره انا صراحه كنت قبيحه، لا في المدرسه لا ما يمكنش حد يقول. كنعتقد ان الناس غادي يعني غادي يعجبهم هاد صراحه ديالك والطريقه كيفاش كتهضري. لا والله قسم راه ما يمكنش انا نافق شي واحد، والله راه تيجي عندي فنانين تيقول لي عافاك رايك في هذه الاغنيه خايبه خايبه زوينه 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 من الاخر. والله ما غنطيحش لي من المعنويات ديالو على قد ما غادي نعطي واحد الدافع انه مره اخرى يحسن من الاخطاء ديالو، ماشي يدير نفس الحاجه غيبقى غادي في نفس السيستم. فهمتي كيفاش؟ دونك ما نكذبش، ما نكذبش على بنادم ما تنبغيش بحال هكا. انا هكا ما عرفت، انا هكا معجونه. وهاد الخلافات هذه طبعا كتكون حتى هي ماده دسمه بالنسبه للصحافه، الكل كيتكلم عليها، وفبارك راه الصحافه المغربيه والعربيه مروجه معاك مزيان. الصحف الالكترونيه دائما انا مروجه معاهم، اللي تيقرا العنوان تيدخل النيشان كيتهبطج. انا مروجه مروجين مع بعضياتنا يعني الكليك انت ديما الناس خدامين. دنيا بطمه شاهد ماذا قالت دنيا بطمه. دنيا بطمه تقصف يقصف دنيا بطمه. دنيا والجبهه والسناطحه كيتشايروا. كيفاش الجبهه والسناطحه؟ تقصف وجبهات ما عرفت شكون هذا ما عرفت شنا هو القصف. عرفتي راه تقول حرب هذه ماشي ما فهمتش. شوف ميدان فني ميدان حرب. وتيقولوا بزاف ديال الناس كاين صحفيين اللي كيمتهنوا يعني الصحافه وتبارك الله عليهم، وكاين اللي لا حول ولا قوه الا بالله ما عرفتش شكون اللي عطاه الشهاده. يمكن العنوان بعض المرات كيحطوا عنوان مثير باش الناس يدخلوا يقراوا. لا ما وكيكون هذا العنوان خايب للفنان، يعني يقدر انه واحد اخر يقراه ويتيقوا ما يدخلش يشوف شنو كاين لداخل. هذه كاينه، كاين الناس اللي ما تيقراوش، كاين الناس اللي ما كيتكليكيش غير كاين المضمون. الناس كنقول لكم دخلوا وكليكيو، لانه الفنان بعدا كتعرفوا شنو قال وحتى الصحافه ديالك كتربح من داك الكليك. فوالا يعني هو تيحط واحد العنوان ويعني اللي فيه كيلفت الانتباه والمضمون حاجه اخرى. يعني كاين الناس اللي ما تيكليكيوش على بحال فاش كيكتبوا مثلا دنيا شاهد حصري دنيا باطمه في السجن، ملي كتدخل كيقول لك قامت بزياره للسجن مع فنانين وكذا. وشي حد اخر ما دخلش وما شافش ما دخلش وكتب وراه حتى هي تستاهل. شي دنيا فاطمه راه مشات مسكينه شدوها. تخيل والله قسم تتوقع بزاف. واحد النهار مشينا درنا زياره للسجن في مدينه سالا. والله القسم ملي خرجتو شعل تليفوني لا طايح اكثر من نايض. او كاع قسما بالله كاين اللي جاب الكفه كاع شدوها وناري. واش شدوك واش بصح انت وسعيد صنهاجي؟ ناري مالي اخويا اش درت؟ قالت لك ينيدي. لا راه بزاح والله العظيم، راه كاين اللي تيدير شي عناوين. السلامة يا ربي. وكاينين حتى طبعا كيهتموا ايضا حتى بالحياة الشخصية ديال دنيا باطمة. بزاف الصحافة كيكتبوا على الحياة الشخصية ديالك لانك انت فتحتي هذا المجال وخليتي الجميع عادي ما عنديش مشكلة. انت كتقسمي معهم كل شيء، الزواج ديالك طبعا، الابناء ديالك، البنية ديالك، حياتك الخاصة. نساتني الصراحة كل شيء. الله عليك. الجمهور لانه شغوف دائما وكيبغي يعرف تفاصيل ديال حياة الفنان خصوصا المتتبعين ديالك والفان ديالك. اليوم حاضرين معنا جمهور وايضا كاين بزاف الفان ديالك اللي جاو اليوم باش يحضروا معنا الحلقة، واللي غنعطيهم الفرصة ايضا انهم يسولوك سؤال مباشر وانت تجاوبيهم. سلام. سلام دنيا. سلام. انا الزين ساميه من قنيطره، جيت على خصيصا على قبلك. الله يبارك فيك، مرحبا بك. مبروك زياده. الله يبارك فيك. بغيت نسولك واحد السؤال. قولي. انا كنشوف الزواج ديالك غادي مزيان، وانما واش شي نهار راجلك حط عليك يديه؟ عرفتي فين حط عليا يدي؟ غنقول ليه يا ناري. شكرا. لا ما يمكنش ناري يضرب بنت الحي محمدي قفرها. هو عارف هادشي يعني هاد القضية عمرها ما كانت. لا مستحيل نهائيا ناري.
دري اش غندير لك داكشي ديال الجامباز كنز متقبلهاش اخبارك ما كرهتش ندير معاك شي حلقه اخرى نديرو في يوتيوب ممكنش شدوني لنيغ شدوا لنيغ لنيغ يلا نسمعوا سؤال اخر يلا خير دنيا باطمة فاطمة زهراء حدادي من الدار البيضاء اهلا كنحييك على النجاح ديالك وعلى شخصيتك القويه واستفدنا معك اليوم انا السؤال ديالي واش عمر دنيا منعت الزوج ديالها ما يشوفش ولاده لا اعوذ بالله ما يمكنش خصوصا عرفتي انا راه دقت الكبده الله يكون في عوانه الايام اللي خداو ليه ولاده بواحد الطريقه جدا بشعه لأبعد الحدود وكنت واقفة في جنبه والحمد لله وجات غزل يعني شوية بردت عليه وأبدا عمرني من منعه من شفت ولاده ولا شي حاجة كتخص ولاده أنا ما عنديش فيها الدخل أبدا وهذا شيء من المستحيلات شكرا نسمعوا سؤال آخر السلام عليكم معك زكريا قناوي ولكن معروف باش السرفر المغربي السرفر شنو السؤال اللي تقول السؤال ديالي هو الى شي نهار الزوج ديالك طلب منك انك تنهي المسيره الفنيه ديالك لسبب من الاسباب واش غادي تحترمي الطلب ديالو ولا غادي تحترمي الجمهور اللي كيتبع دابا تدويتي خاص هو شوف هو من الاول تفاهمنا على هذه القضيه جيتو من الاخر باش ما يديرش ليا شي نهار نوض قلت له ملي غنتزوج ما غنوقفش تيقول لي راسي وفعلا محترم القرار ديالي والا ما احترموش راه يخرج على راسو صافي هادشي اللي كاين صافي سلام دنيا سلام انا هند من كازابلانكا اهلا السؤال ديالي الا بغيتي ديري ديو شكون من هاد الفنانه اللي تبغي ديري معاه ديو انا غنعطيك جوج اسماء وانت قولي لي واش ايمن السرحاني ولا الدوزي يا ناري شوف هما بجوج بهم سؤال جميل تبارك الله عليك بجوج بهم اصدقاء بجوج بهم الله يعمرها دار يعني دوزي انسان طيب انسان محترم وايمن سرحاني غزال داك الدري وبزاف كاع وبغيت نتكلم على واحد النقطه على الديو لانه اولوا بزاف الصحافه وقالوا بانه عواقب وخيمه وما عرفت شنو الديو ديالي انا ودوزي توقف لاسباب الاول منها هو ان الدوزي متردد ومتخوف من انه يطلع على ستيل ديال الراي هذه اول الاشياء ثاني سبب هو انه دوزي فرد ارانجور وانا ديجا خدامه مع واحد الموزع اخر دونك اختلفنا في هذه النقط البسيطه لهذا علاش ما خرجش العمل هذا وي لهذا ما خرجش العمل ولكن يقدر يكون اعمال ان شاء الله اخرى اللي تكون دنيا باطمة عندنا واحد الفقره في هذا الموسم هذه فقره ديال الدواسه ثلاثه ديال الدواسه واحد صفر واحد احمر واحد كحل كاع اخا غادي نعطيك هاد لي دوسي هادو غتحل لهم وتقريهم وتجاوبينا عليهم ولكن قبل الا ما بغيتيش تجاوبي عليه ما تقريش صافي صافي تفيقات على دنيا باطمة باش من اللون تبغي تبداي نبداو بالكحل كاع ديريكت نيشان كحلوا كاع عمر شي ضيف ما بدا بالكحل وانا ديما كنكحل وصافي يلا باش يلا سير كيقول لك خالف تعرف تقراي علينا السؤال تقراي عليك الا بغيتي لا عادي انا عندك الحريه في انك تقراي ولا ما تقراي لا عادي ويلي واش صحيح انك اشترطتي على الزوج ديالك انه يطلق الزوجه ديالو الاولى باش يتم الزواج ديالكم
كاع نجوك ولا بلاش؟ لا جاوبي. لا انا ما اشترطتش عليه نهائيا وبقلب صافي والصراحه راحه كيقول لك بلا كذب. كون كنت انا اللي اشترطت عليه نقول لك انا اشترطت عليه، ولكن كاين واحد الاسباب وخبايا ما يحتاجش انا نقولوها للناس ونخرجوها اللي ادت للطلاق هذيك الانسانه، ماشي دنيا باطمه للامانه. وهذه تنحلف براس بنتي باش بنادم ما يبقاش غلط، لانه فعلا كاين واحد الاسباب. انا مثلا ما تمثلش دور البراءه، انا واحد البنت شعبيه هكا خلقني سيدي ربي. تنقول الصراحه انا واحد الانسانه عمرني ما ندير شي عمل ديال الشر او انني نحرض شي حد على شي حد، بالعكس انا ما كنتش السبب، وانما كاينين واحد الخبايا واحد الاسباب اللي خلاو هذيك الانسانه تطلق بينها وبين طليقها. اوكي نشوفوا الدوسي. اين لون الاحمر؟ الاحمر. يا ناري توصلنا بواحد الدوسي كيقول ان دنيا باطمه قاطعت احدى الاذاعات المغربيه بسبب انهم استضفوا ابتسام تسكت. علاش انقطع؟ هادشي صحيح ولا ماشي صحيح؟ لا ماشي صحيح. السبب الرئيسي هو انه واحد الانسان ما تنتفاهمش معاه ديك الاذاعه، ما بغيتش نكون فيها حتى يخرج منها. نار وصل لواحد الوقت وغادي يخرج منها، ديك الساعه غنمشي لهذيك الاذاعه ما عنديش مشكل. انسان غير مؤهل انه يكون في هذيك الاذاعه نهائيا. الانسان اللي كيطلع لونتين وبدا يضرب واحد الطريقه ما لا هي بقيمه او فخامه ذاك الاذاعه او هذا، ما كيعجبنيش، ما بغيتش نكون في هذاك البرنامج، ما بغيتش نكون في هذيك الاذاعه حتى يخرج. عادي، حريه شخصيه. نشوفوا دوسي صفر. عندنا دوسي كيقول ان دنيا باطمه قررت الاستقرار بشكل نهائي في المغرب وبالضبط في مدينه مراكش. والله ما كرهت فعلا، والله ما كرهت، ولكن نزل الوقت ظروف العمل. ياك هذا دوسي، دونك هذا دوسي ماشي صحيح. لا ماشي صحيح، والا ما كنتمنى يا ريت لو كان هذا الدوسي صحيح. لانه فعلا انا كيعجبني الاستقرار في بلادي. عرفتي ملي كنكون غاده، ملي كنكون جايه تحت الطياره كنفرح، كنكون غاده كلشي يتساقط. دموع مرحبا بكاع العيالات والبنات. مرحبا بك. ولكن حنا قبل ما ديروا هاد لي تي دو مارشي، حنا سبقنا ودرنا لك اشهار ديال العكر ديالك. تشوفيه؟ نشوفوه؟ يلا نشوفوا حالك. عندك مشكل مع الديفان؟ العكر كيخلي الاثار في الكيسان وكيحشمك مع الجيران. عندنا لك الحل، عكر الدوام كيبقى 24 عام. واخا تمشي بيه للحمام وعمرو يحشمك في السلام، واللي شافك يقول عنده الزين وعنده حتى الحمام. مع عكر باطمه ما يخصك خير افاطمه. واعر مع عكر فاطمه ما يخصك خير فاطمه. فعلا حيت ملي تنديرو شي عكر تمشي ناري والله لا بقيت شريتو. هذا 24 عام. 24 عام ما تحيدش. التحدي اللي عندك اليوم باعتبار انك انت ان شاء الله كتفكري انك ديري مشروع ديال الصالون ديال المكياج وهذا، حنا غنخليوك ديري وديري واحد المهنه وغنصوروك بالكاميرا كاشي مهنه ديال وحده كتبيع المكياج، وغنشوفوا ردة الفعل ديال الناس كيفاش غيديروا ملي غيشوفوا دنيا باطمه كتبيع المكياج. ولكن ما خصكيش تقول لهم راه انا دنيا باطمه. صافي اوكي صافي، نشوف هادشي كامل بعد الفاصل.
دنيا باتماس بارك الله عليك. الله يبارك. شكرا اللي حضرتي معنا باسمي باسم طاقم البرنامج. كنشكرك بزاف اولا على الصراحه ديالك وعلى الروح المرحه ديالك وعلى الاشياء اللي قسمتيها معنا ومع الجمهور اللي كيشوفنا. قبل ما نختموا الحلقه ديال اليوم نخلي لك كلمه للجمهور اللي كيبغي قدام الكاميرا. اول حاجه كنبغي نقول لك شكرا بزاف على الاستضافه وشكرا جزيل الشكر للمشاهدين اللي كيشاهدونا وهذا الببليك الرائع والفرقه الموسيقيه. تبارك الله عليكم ولكل الطاقم اللي كيشتغل على نجاح رشيد شو. تبارك الله عليكم وشكرا دوزام. وكنقول الفانزي كنحمق عليكم كل المشاهدين كنقول لكم ان شاء الله هذه السنه تكون مبروكه عليكم ويكون دائما في بلادنا الامن والسلام. كنحمق عليكم. مع السلامه. السلام عليكم. ايوه.